صباح الخير على كل مشاهدينا، صباح الخير والأمل والعمل، صباح جديد، صباح يوم السبت. هنتكلم في بداية حواراتنا عن واحدة من المبادرات اللي بتطلقها الدولة. هذه المبادرة هي المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، وبتيجي في إطار اهتمام الدولة برعاية الموهوبين في كل مكان، خاصة في المجال الرياضي وأيضا الفني والثقافي. عن طبيعة هذه المبادرة، ما تقدمه من دعم، الأفق اللي بتسعى إليه، المختلف اللي بتقدمه، الأخطاء اللي بتحاول إنها تصوبها عما سبق. ده هيكون حديثنا مع ضيفي الكريم دكتور أحمد كمال الدين، استشاري تطوير الموارد البشرية والأستاذ بالمعهد القومي للإدارة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا بك، منورنا. سعيد يا فندم، صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. أهلا بك. أهلا بك دكتور أحمد. إزاي بتشوف هذه المبادرة في ظل الاهتمام بنشأ بالمواهب في هذه المرحلة؟ الحقيقة طبعا المبادرة ده شيء مهم جدا، لأن الحقيقة الموهوبين في أي مكان والمتميزين هم الشراع الحقيقي لأي دولة أو أي أمة ناجحة في الدنيا، لأن دايما الشخص الموهوب هو شخص عنده ميزة نسبية عن غيره، فبالتالي كل شخص موهوب في مكانه هو اللي هيقدر يقود في كل مكان، أيا كان المكان اللي هو موجود فيه، سواء مكان متعلق بحاجة حكومية، بحاجة خاصة، على المجال الرياضي، على المجال الثقافي، على المجال العلمي. دايما الموهوب هو شخص عنده ميزة نسبية مش موجودة عند غيره. فكل ما ركزنا على الموهوبين فنتحول من مجتمع عادي الى مجتمع اوائل، لان الشخص الموهوب لما بيتحط في مكانه، دايما عندنا جملة كده مميزة نقول، لما بضع الشخص الموهوب في مكانه لا تبحث عن الانجاز ولكن ابحث عن الابداع، لان الشخص المميز الموهوب اللي بيتحط في مكانه ما بيكفهوش فقط لغير ان هو يكون شخص منجز للاعمال، يعني يعمل الحاجة كده سريع سريع وخلاص، لا، هو مهم جدا ان شخص موهوب عايز يؤدي الحاجة على افضل ما يكون ايا كانت المجال اللي هو موجود فيه. فكل الدولة الحقيقة، مش الدولة بشكل عام، والقطاعات الخاصة كمان دورها مهم جدا جدا في الجزئية دي، رعاية الموهوبين والاهتمام بيهم والعمل على اكتشاف المواهب دي من بدري. كل ما كان في تطور كبير جدا لمجتمعنا المصري والأمتنا كمالة العربية. طيب يعني ايه رعاية موهوبين؟ رعاية موهوبين رقم واحد انا من وجهة نظري ان هي تبدأ من اكتشاف الموهبة، مش بس من ان انا حد اعرف الموهوب فابدأ ارعاه، لازم انا اسعى داخل المدارس وداخل الجامعات وداخل المؤسسات، حتى لان الموهبة مش مرتبطة بعمر. هو الجميل ان انا بكتشف الموهبة من الاطفال وهم صغيرين، من النشأ وهم صغيرين، لكن مفيش ما يمنع ابدا ان انا اجتهد ان انا اكتشف المواهب عند الناس، حتى اللي بتعمل في الوزارات، بتعمل في الشركات، لان ممكن يكون واحد موهوب بس عمره ما اتحط في مكان يظهر الموهبة بتاعته. لما انا بركز على الموهوبين وبرعاية الموهوبين، يبقى انا لازم رقم واحد الخطوة الاولى ان اسعى لاكتشافهم. طيب انا هكتشفهم ازاي؟ خلينا نقسم الموضوع لاكتر من اتجاه. الاتجاه الاول متعلق بالمدارس من البداية، لازم تطوير المناهج يكون متعلق بان المناهج تظهر المواهب الفردية لدى الافراد. طبيعي جدا ان لازم يكون في مواد دراسية الناس كلها تدرسها، ده وضع طبيعي جدا، ولكن لازم كمان النقاش والحوار، يعني تدريب المعلمين على مهارات الكوتشنج ومهارات ان هم يقدروا يتحاوروا مع الطلبة من هم صغيرين، ويتعمل زي استقصاءات واختبارات كده واساينمنت صغير من خلاله نقدر نعرف ايه المواهب الموجودة عند الناس. فده هيخلينا نوجههم في اتجاههم. خلي حضرتك كده لو رجع بينا الزمن، حتى احنا شخصيا يعني حضرتك وانا وحتى السادة المشاهدين اللي معانا، لما نرجع للمواد الدراسية اللي احنا كنا بنحبها واحنا صغيرين، وقت ما تيجي الحصة بقى زمان عند المادة اللي انا وحضرتك بنحبها او اي حد بيحبها، كان ايه بيبقى شعور حضرتك شخصيا؟ مستمتع طبعا، مستنيها بشغف. شغف. ده المطلوب، وده اللي بيظهر المواهب عند الناس. بقية المواد ممكن نكون بندرسها بس مش بنحبها. طيب انا بعد ما ادي الولد فترة زمنية معينة في كل المواد الدراسية بتاعته، لازم ابدأ اركز معاه على النقاط المتميزة اللي موجودة عنده، لان في موهبة، مش موهبة رياضية، ممكن تبقى موهبة مش بس رياضية على السبورتنج، يعني ممكن تبقى موهبة حسابية. يعني الولد ده عنده موهبة في الارقام، عنده قدرة كبيرة جدا على قراءة الارقام وفهم الارقام. واحد تاني عنده قدرة تعبيرية قوية جدا في ان يقدر يتكلم بشكل كويس. واحد عنده قدرة ان هو يكتب بشكل كويس. هي كلها مواهب. كلها مواهب. كل واحد في تخصصه، حضرتك النجار والنقاش والميكانيكي والمحاسب والمحامي والطبيب، كل دول اصحاب مواهب، كل واحد فيما يخصه. لما رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنا اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اهل الذكر مش مقصود بيهم بس اهل الدين،
اهل الذكر وهم اهل التخصص المهارات. فما بالك بقى لو المتخصص ده موهوب وعنده مهارات، تخيل حضرتك شكل الاداء بتاعه هيكون منين. فالخطوه الاولى رعايه الموهوبين هو ان احنا نبدا نسعى وننمي الفكر الشخصي والفكر الاداري عند كل معلم وعند كل مدير موجود في شركه، ان احنا فعليا نقدر نساعد الناس على اظهار مواهب. تمام، ايه هي طبيعه الاستراتيجيه اللي احنا بنتبعها بقى في تنميه الموهوبين؟ طيب، هو طبيعه الاستراتيجيه اللي جايه الحقيقه بما ان الدوله ركزت الفتره، ودايما احنا من ضمن الحاجات الايجابيه عن تدخل الرئيس نفسه بسبب وتم اطلاق المبادره دي الحقيقه، هو حصلت مشكله فبناء على المشكله بدا يكون في رد فعل. احنا عايزين نحول الموضوع شويه، لان الحقيقه تدخل الرئيس في النقطه دي كان ايجابي جدا بان احنا عندنا مبادره وهنبدا نرعى الموهوبين. يعني الموهبه دي جايه نتاج لهذه المشكله؟ لا، الحقيقه هو الموهبه مش نتاج للمشكله، ولكن المشكله هي فجرت شويه الايه؟ اظهرت الموضوع. احنا طبعا احنا بنتكلم عن الازمه الاخيره الخاصه باللاعب الدولي المصري. بالظبط، اللاعب المصري. فبدات تظهر الموضوع على ارض الساحه، لكن الحقيقه انا شايف ان من كل محنه في منحه قويه جدا. لولا الحدث ده يمكن الموضوع كان اتاجل شويه، ولكن دلوقتي لما ظهر الموضوع ده على ارض الواقع بدا يظهر اهتمام الدوله الفعليا اللي فعليا موجود، بس يمكن ما كانش ظاهر بالشكل الكافي. فخلينا بقى من المرحله دي نبدا ندير المنظومه بشكل مختلف. انا مش هرعى الموهوبين الظاهرين فقط دلوقتي، انا هعمل من البدايه على اكتشاف الموهوبين. انا بركز دايما، احنا حتى في شغلنا دايما نركز مع المديرين ومع القاده في الشركات ان هم يساعدوا اعضاء فريق العمل، مش بس الاطفال الصغيرين اللي في المدارس، يساعدوا افراد فريق العمل من خلال جلسات العصف الذهني والبرين ستورمنج ان هم يقدروا يظهروا المواهب الموجوده عند الناس. فالحقيقه ان التوجه ده عشان الاستراتيجيه دي تبني، اي استراتيجيه في الدنيا عشان تكون استراتيجيه ناجحه لازم تبني على النتيجه اللي عايز اوصلها. يعني ايه الفيجن اللي انا عايز اوصلها؟ احنا طبعا كدوله مصريه عندنا رؤيه 2030 وابعد كمان من 2030، بمعنى انا عايز اتحول الى مجتمع متميز ومجتمع اوائل، واحنا كامه مصريه تستحق الكلام ده على ممر العصور. طب الكلام ده يحصل ازاي؟ الكلام ده يحصل من خلال القوه البشريه اللي موجوده في المجتمع ده. طيب احنا عدد السكان بتاعنا مش قليل، عدد السكان كبير. لو عملنا فرز للمواهب، شوفي حضرتك رب العالمين سبحانه وتعالى العدل اعطى لكل الناس مواهب، بس كل واحد عنده موهبه في حتة مختلفة عن التاني. لو ركزنا على ان احنا نوجه الناس ان كل واحد يعمل في مجال موهبته ومجال تخصصه، اكيد هيدي ناتج مختلف. من ضمن الحاجات اللي بتحصل في استراتيجيات المواهب ان انا بعد ما برسم الرؤية بتاعتي لازم ارسم طريق واضح، اللي احنا بنسميه في علم الادارة الميشن او الرسالة او المهمة اللي همشي فيها. لازم يكون عندي استراتيجيات واضحة ماشية بخطوات، الخطوات دي بتدرس كل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات اللي بتواجهني عشان اقدر من خلالها احط خطة، لان اي حاجة بلا خطة ده متنفذ عندنا يا دكتور احمد؟ ده فعليا متنفذ، وبالمبادرة كمان هيبدأ يزيد اكتر. طيب يمكن هو ده لو متنفذ عندنا بقى. ليه المشاكل البيروقراطية بتأثر عندنا على الرياضيين بهذا الشكل اللي احنا شفناه الحقيقة ليه؟ لان المدارس الإدارية والمدارس السابقة، يعني احنا خلينا نتفق ان اهتمام الدولة بالعملية التدريبية بالتطوير للإنسان المصري بدأ بشكل قوي جدا جدا في اخر تقريبا 7-8 سنين، يعني من حوالي تقريبا من 2015-2016 واحنا بدأ فعلا في اهتمام كبير جدا من ساعة ما بدأت المبادرة الرئاسية لتدريب الشباب. من هنا بدأ يظهر جيل شوية مختلف. لكن تعالي ارجعي حضرتك خطوتين ثلاثة للناس فيما سبق، انا مش عايز الومهم ولكن انا هعذرهم، لان ما كانش فيه التدريب بالشكل المناسب اللي يرفع من قدر الانسان. احنا الفترة اللي جاية دي محتاجين كويس جدا الشركات الحكومية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة تركز بشكل كبير جدا على البرامج التدريبية للمديرين الكبار، لان هم دول اللي هيدوا المساحة للشباب الصغير ان يظهر الموهبة بتاعته. لكن لو انا ما دربتش الشخص الكبير اللي عنده قدرة على انه يدي مساحة للناس اللي اقل منه وظيفيا ويديهم مساحة فيكشف يخليهم يظهروا المواهب بتاعتهم، مش هنعمل حاجة، وهناخد وقت طويل جدا عقبال ما الولاد الصغيرين او الشباب الصغير اللي في المؤسسات يبدأ يطلع للمناصب القيادية فيبدأ هو اللي يقوم بالدور ده. وانا مش عايز استنى الوقت ده كله لان ده وقت طويل جدا. انا عايز اهتم واعمل دوافع واعمل ان شاء الله، حتى اقول لحضرتك طبعا لو حتى جيت اربط ان كل واحد فيه نسبة في المعاش بتاعه، نسبة في مكافأة نهاية الخدمة، بان هو قدر يظهر مواهب قد ايه في ادارته.
قدر يبني صف تاني عنده في المؤسسة بناء على الخبرات والقدرات والمهارات اللي موجودة عند كل واحد مننا. لو وجهنا بالشكل ده نبدأ نسرع العجلة، لأن لما حضرتك ترجع خطوتين ثلاثة كده تلاقي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حط سيدنا أسامة بن زيد على رأس الجيش وهو عمره ما دون 18 سنة اختاره، وكان في الصحابة كلهم موجودين، اختار سيدنا أسامة لأن هو عنده موهبة، موهبة القيادة، ولكن لوحده مش هينفع، لازم يكون عندي دعم قوي جدا من القادة اللي موجودين معاه اللي هم سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا أبو بكر وكل الصحابة اللي موجودين عشان يدعموه فيقدر يظهر الموهبة بتاعته بشكل قوي. وده الحقيقة أنا من وجهة نظري من أهم الاستراتيجيات، هو تدريب المديرين والمعلمين وكل أصحاب السلطات في المؤسسات الحكومية أو الخاصة على كيفية اكتشاف المواهب في فرق العمل بتاعتهم وإظهارها. لأن كمان في نقطة مهمة جدا من ضمن الحاجات الأساسية إن إحنا الناس بتشتغل في الحاجة اللي بتحبها تطبيقا لمفاهيم إدارة الموارد البشرية، ده بيقلل المشاكل والضغائن والأحقاد اللي موجودة ما بين الناس. هتقولي حضرتك ليه؟ لأن حضرتك لما تكوني بتشتغلي في موهبتك ده يخلي إنسان يبص الإنسان تاني في شغله؟ أكيد لأ. أكيد لأ. يبقى منطقي جدا لو أنا اشتغلت في الحتة الموهوب فيها وحضرتك نفس الكلام وكل الناس اشتغلت في الاتجاه ده، طبعا انا مش بتكلم في المثاليه المطلقه لان المثاليه المطلقه ده امر مستحيل، ولكن لو كل واحد عمل ده بقدر الامكان وكل واحد اشتغل في الحته اللي بيحبها ده يقلل المشكلات اللي موجوده. والله دكتور احمد انت بتتكلم عن فكره وضع الانسان السليم في المكان السليم، ودي مشكله كبيره عندنا حالا، دي حقيقه. واكتشاف، وشوف حضرتك من خطوات اي حل اي مشكله هو الاعتراف بيها رقم واحد. رقم اتنين ان انا احدد الهدف اللي انا عايز اوصله واتبع اساليب التحليل اللي تمكنني من دراسه اسباب المشكله. طب ايه اسباب المشكله؟ بيروقراطيه شديده موجوده على مدار سنوات كبيره جدا في القطاعات، بدا يحصل لها نوع من انواع التغيير، مفاهيم قايمه على ان انا ممكن ادرب الشخص اللي تحتيه فياخد مكاني او يظهر على حسابي، وده يرجع لفكر الاشخاص وفكر المؤسسات، لان احيانا المؤسسات لما بتلاقي شخص سنه اصغر هياخد مرتب اقل بيظهر فبتطلعه مكان المدير الاكبر، فده بيخلي المدير لو عنده حد ظاهر تحت منه ما بيطلعوش لان بيبقى خايف. عشان كده مهم جدا جدا ان انا اقدر اشتغل على جزئيه التدريب والتطوير لجميع افراد المؤسسه. وانا بميل هنا وبفكر ان احنا مش بس ندرب الشباب الصغير ونلعب مواهب الصغيرين، لا، ده تدريب عمليه للجم كل، عمليه مستمره وما بتنتهيش ابدا، لان فوق كل ذي علم عليم. الجميل بقى ان ناخد كل اصحاب القدرات والخبرات الكبيره اللي ممكن يكون سنهم قرب على سن المعاش فاضل لهم مثلا 5 سنين 10 سنين واشتغل عليهم واديهم تدريب، لان الانسان طول ما انا عايش احنا عندنا طلبه في الكليه اعمارهم حوالي 78 سنه و80 سنه وبيعملوا دكتوراه لحد النهارده. عشان كده العلم دايما غايه اللي بيحطها قدامه وعايز يوصل لها اكيد بيتطور وربنا سبحانه وتعالى بيوصل له الحال، ولكن المهم ان انا اشتغل على الناس واعمل لهم دوافع واجدد الدوافع عندهم عشان اديهم فرصه يظهروا المواهب الموجوده. ده دور الكبار، انما دور كمان الصغيرين ان الشباب والاطفال لما يكون عنده حاجه ما يتكسفش، لازم يقول انا بعرف اعمل كذا. لما حد بيجي يتكلم معايا ويقول لي مثلا ساعدني في ان انا الاقي شغل ولا حاجه، فدايما اساله سؤال اقول له انت عايز تشتغل ايه؟ فيرد عليا يقول لي اي حاجه، اقول له لا ما تقوليش اي حاجه، قول لي انا عايز اشتغل كذا، انا بحب كذا، ولو ما لقيناش نبقى نشوف اي حاجه، بس قول لي انت شاطر في ايه؟ ايه اللي تقدر تعمله؟ تمام. وكمان انا عايز اكد لحضرتك على نقطه مهمه جدا ليا ولكل الناس، ان استثمار الفرص مش هيجي الا بالاعداد الجيد ليها. يعني ما ينفعش واحد يقول ان انا موهوب ويقعد. الناس لما بتقتدي بمحمد صلاح لازم تقتدي بمحمد صلاح في سعيه، لازم تقتدي بمحمد صلاح في المجهود اللي بذله، المجهود اللي بيبذله، ومش باللي لازم كمان تاكيد. بس معلش دكتور احمد احنا عندنا ثقافتين متضادين دلوقتي في المجتمع. طبعا. ثقافه التعب وان انا اسعى زي سلوك محمد صلاح اللي هو مقدر جدا، وسلوك الحصول بسهوله على الفلوس والمجد والشهره من خلال حاجات كتيره جدا. تمام. ده عايز سياسه اجتماعيه رشيده في النص. طبعا. طبعا تعرف تشتغل عليه. انا بتفق مع حضرتك جدا في النقطه دي. طيب خلينا نرجع للنفس البشريه. النفس البشريه في العموم زي ما اتعلمنا ان النفس اماره بالسوء، يعني لو واحد عنده فرصه ان هو يكسب مكسب سريع اكيد هيروح له، لان هو طبيعي جدا عايز يكسب بسرعه من غير ما يبذل مجهود، ولكن ده استثناء مش قاعده. القاعدة أن ليس الإنسان زي ما ربنا قال لنا في القرآن، أن ليس الإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الله الجزاء الأوفى.
وفي الإنجيل قال رب العالمين سبحانه وتعالى وكان الرب مع يوسف فكان إنسانا ناجحا. معنى كده إن اللي هيسعى رب العالمين سبحانه وتعالى هيكافئه. طيب إزاي أغير المفاهيم دي؟ أولا أدرك طبيعة النفس البشرية، ودايما مواجهة الناس بالحقيقة بتكون قوية جدا. يعني أنا ممكن أجمع ونعمل ندوات ونعمل تدريبات ونعمل محاضرات والاجتماعات اللي بتتم في الشركات، أواجه الناس بالموضوع ده، أقول لهم إن لو جات لي فرصة إن أنا أكسب بسرعة أكيد مش هرفضها، لكن ده مش القاعدة، ده الاستثناء، أنا لازم أسعى عشان أوصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى كده بعد كده هيوفقني. لكن دي نفس بشرية، الطبيعي إن هي تتأثر بإنها تكسب بسرعة، لأن كمان حوالينا في المجتمع في ناس فعلا حصل معاهم كده. فالناس بتقول ايه؟ طب ما انا ابقى زي فلان الفلاني. ده غصب عنه لما بيلاقي ان التعزيز النفسي الايجابي راح لشخص ما تعبش، حقق فلوس كتير قوي، نماذج كتير قوي بقت ماليه السوشيال ميديا والميديا عشان ما نتهمش حد لوحده بالزبط. فده بقى مرهق نفسيا اللي بيسعى. طيب نعالج النقطه دي ازاي؟ اولا في دور كبير جدا جدا على كل الناس اللي شغاله في الميديا والناس المتابعين على السوشيال ميديا، ان انا لما بلاقي نموذج مش فعال بالشكل ده انا ما اعملش شير للكلام ده، ما شيروش، ما اقعدش اتكلم عنه كتير، لان ده حضرتك لما بيجي نتكلم عنه عشان الانتقاد. طب الشباب الصغير لما بيشوف ده ما بيبصلوش انتقاد، بيشوف جزء تاني بس، هو بيبص له من ناحيه ان انا ليه ما اكونش زي فلان، ما هو فلان الفلاني ده ما تعبش وما عملش حاجه وما اجتهدش. ده محتاج سلوك شخصي بالمقام الاول. السؤال بقى يا دكتور، هل احنا بنحتفي فعلا بالناس اللي عملت مجهود ولا بنحتفي بالكل؟ طيب هو خلينا نقول ان احنا بنقدر الانسان بشكل عام في كل مجهوداته، ولكن المدير الحقيقي والقائد الحقيقي في اي مكان اللي يكافئ المتميزين ويدعم المتعسرين ويعاقب المهملين. لو انا جيت لشخص متميز وما اديتلوش مكافاه سواء ماديه او معنويه والاثنين مع بعض كمان، وقلت له الله ينور عليك وهايل وشد حيلك وانا في ظهرك وهدعمك، الانسان ده هيجي له حاله من حالات الاحباط. يصدي طبيعي جدا. طب والصدى ده عفوا يتشال ازاي؟ يتشال اول حاجه بالكلمه الطيبه، والكلمه الطيبه صدقه. يبقى حضرتك لما نعمل حاجه كويسه انا او حضرتك محتاجين ان المدير المباشر بتاعنا يقول لنا برافو عليك، يقول لنا الله ينور عليك. تتصدم بواقع موجود عند بعض المديرين يقول اصل انا لو قلت له الله ينور عليك وما عملش حاجه ده كده كده بيعمل شغل، اقول له لا، ده انت لما تقول له الله ينور عليك ده هتدي له دافع كبير جدا. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى نفسه بيرضينا لما بنعمل حاجه ونتصدق، التعزيز النفسي ده اللي مطلوب دايما. تعرف حضرتك دي نظريه مهمه جدا في العلم اسمها طبعاً نظريه التعزيز النفسي والدعم النفسي. ده بالتاكيد انا هشجع الشخص ده، مش قادر اديله مكافاه ماليه اديله مكافاه معنويه. طيب احنا لازم نعترف يا دكتور ان احنا عندنا عدد من المشاكل طبعاً الخاصه طبعاً بالتعامل الاداري على مستوى الدوله، البيروقراطيه طبعاً، ووضع الناس في اماكنها السليمه. صح. لما هنحل المشاكل دي حاجات كتيره قوي هتتحل. حل. ده غير مشاكل مجتمعيه في التعامل مع نموذج النجاح. تمام. انا بشكر حضرتك دكتور احمد كمال الدين استشاري تطوير الموارد البشريه والاستاذ بالمعهد القومي للاداره، شرفتنا بوجودك معنا. شرف لي يا فندم، اشكرك. ولو تسمحي لي بنص دقيقه بس اوجه كلمه، ان كل شخص موهوب يسعى ان يظهر موهبته، وان كل شخص موهوب حد بيحاول يحبطه ما يستسلملوش، واذا اتقفل عنده باب يفتح باب جديد ويفكر في النماذج الناجحه، زي مثلا الدكتور مجدي يعقوب لما اتقفل عليه باب زمان قدر ان يفكر ومره ثانيه رجع مره ثانيه، وعمره دلوقتي يقارب 86 سنه ومصر على النجاح. فلو اتقفل باب الابواب كتير، ونسال ربنا سبحانه وتعالى التوفيق. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم، سعدت بحضرتك جدا. شكرا. أنا مشاهدينا خلينا نستكمل معاكم فقرات هذا اليوم، ومن ضمن هذه الفقرات هنتوقف عند واحدة من الشخصيات المصرية اللي تستحق ان احنا نقدرها ونذكرها من خلال هذا الحديث، وهي توحيدة عبد الرحمن، وهي اول طبيبة توظف بالحكومة المصرية. ايه الحكاية؟ الحكاية هي رحلة عمل وكفاح وتحدي وبحث عن تلقي العلم داخل وخارج مصر قضتها توحيدة عبد الرحمن خلال سنوات عمرها، لغاية ما وصلت لأنها تكون أول طبيبة مصرية يتم توظيفها بالحكومة المصرية، وده كان عام 1933. طبعا ده وقت مبكر جدا بالنسبة لوجود امرأة في العمل الطبي،
ده جاء بعد ما رفضت توحيد عبد الرحمن انها تحصل على الجنسية البريطانية. توحيد عبد الرحمن اتولدت في 30 نوفمبر من عام 1906 لعائلة تميزت فيها البنات بتعليمهم الراقي وتقلد المناصب الهامة والرفيعة، وهي شقيقة الأستاذة مفيدة عبد الرحمن، طبعا أول محامية مصرية وعضو مجلس الشعب. تلقت الدكتورة توحيدة تعليمها في مدرسة الثانية الثانوية للبنات، واحدة من أهم المدارس المصرية، وهي أول مدرسة حكومية تم إنشائها في عهد الخديوي إسماعيل للبنات في عام 1873. في عام 1922 قرر الملك فؤاد أنه يرسل بعثة من 6 فتيات من المتفوقات للدراسة في بريطانيا حتى يصبحوا نواة لطبيبات مصريات في المجتمع المصري. وتم عمل مسابقة لاختيار الفتيات ونجحت فيها توحيدة، وكانت أسس الاختيار هو المستوى العلمي والثقافي، وأطلق على تلك البعثة اسم بعثة كاتشنر. بقية الحكاية أنه عند إتمام تعليمها وعودتها للوطن في عام 1932 أهداها والدها عيادة في شارع عدلي كانت مجهزة بأحدث الأدوات الطبية، أفخم الأساس، واستطاعت أنها تبدأ حياتها لكن بعيدا عن هذه الهدية من والدها اللي رفضتها وقررت أنها تبدأ لوحدها. في نفس الأسبوع تم تعيينها في مستشفى كاتشنر الخيري اللي أصبح دلوقتي مستشفى شبرا العين، وبكده بدأت رحلة أول طبيبة مصرية في الحكومة المصرية في عام 1933. دي كانت رحلة تستحق التوقف أمام شخصية مصرية ناجحة نابهة استطاعت أنها تكون موجودة في حياتنا كمصريين وتترك أثر. مشاهدينا أترككم مع هذا الفاصل، بعده هنواصل فقرتنا المختلفة في هذا الصباح. We'll be right back.